أهلا بكم مرة تانية في هذا الصباح. الكتابة عن النفس البشرية واللي بتمر بيه من مشاكل وآلام في أوقات كتير بتشبه العمليات الجراحية، لأنها بتحتاج لدقة شديدة في التعامل، سواء في اختيار الأسلوب الأدبي وطريقة إيصال الرسالة أيضا، والقدرة على التعبير عن الآخرين بدون مبالغة أو التقليل أو التهويل. ده اللي يمكن بيحاول الكاتب وائل النيل أنه يقدمه من خلال كتابه الصادر مؤخرا عندما يأتي الشتاء. اهلا بك يا وائل. اهلا بك، صباح الخير. كلمنا عن الكتاب. عندما ياتي الشتاء يعتبر محاوله لفهم العلاقات الانسانيه المعقده. الكتاب بيتكلم بشكل رئيسي عن الوحده، الوحده باشكالها المختلفه، الوحده في وسط اللمه، الوحده لفقدان شخص هو بالنسبه لك كان اللمه. نقدر نقول ان هو تفسير انساني للمواقف والحكايات والاحلام بشكل عام. بترصد من خلال الكتاب شخصيات عاشوا الوحده، ولا يعني ايه اللي انت بترصده بالظبط في الكتاب؟ هو طبعا في تجارب فعليه موجوده في الكتاب، في تجارب انا عشتها، في تجارب لاشخاص انا اعرفهم عاشوها، فهو طبعا في بعض المواقف الفعليه اللي حصلت. زي ما كنت بقول في المقدمه يمكن يا وائل، انه الكتابة عن النفس البشريه حاجه معقده، يعني حتى في الروايات لما بيجي الكاتب يكتب بحاجة بتبقى أصعب جزء هو بناء الشخصية، أو أن أنت يعني يوصل للقارئ الشخصية وأبعدها. بتلاقي أن الكتابة عن النفس البشرية صعبة، ولا أنت حابب ده؟ هو طبعا الكتابة بشكل عام يعني فيها جزء من الراحة والأذى. لما بنتكلم عن الكتابة الإنسانية فأنت بتعيش الكتابة. أنا بشبهها بالممثل الناجح اللي هو بيأدي دور مثلا شر، فالناس بتكرهه علشان هو قدم او اتكلم في الشر. فهي زي الممثل الناجح، ربما يكون فيها بعض الاذى انك بتتعايش مع الحاله بشكل كبير، وربما يكون فيها بعض من الراحه، انت بتكون سعيد في مشهد ما، بتكون متضايق في مشهد ما، بتموت البطل وانت زعلان، بتجعله ان هو يوصل لحلم مثلا وانت سعيد، فيها طبعا فيها بعض الاذى والارتياح. لكن انا عندي معلومه انه انت كتاباتك معظمها ليها علاقه بالعلاقات الانسانيه وبالنفس البشريه وبطبيعه النفس البشريه. ده ليه علاقه بدراستك، ولا ليه علاقه بحبك للحته دي او الجزئيه دي؟ لانه بعض الناس بيبقوا دارسين او قاريين كتير في علم النفس او حاجات شبه كده، فبيبقوا اقدر ان هم يعبروا فاهم عن النفس البشريه وعن العلاقات الانسانيه والتعقيدات الكتير اللي في العلاقات الانسانيه. الصراحه انا بشوف ان ربما يكون لان في غياب كبير في الفترة الأخيرة عن أو بعد عن الكتابة في الجانب الإنساني، فبشوف إن الجزء الإنساني في أي حدث، سواء في كلام موجود بين الناس، كلام موجود على الورق، هو الحاجة الأهم. فأنا يمكن ده ربما هو السبب الرئيسي اللي أنا عندي شغف كبير إن أنا يكون كتاباتي معظمها في الاتجاه الإنساني. طيب فيما يخص المقالات او فيما يخص الكتابات الاخرى غير الكتاب اللي انت كتبته، يعني عارفه ان انت بتكتب مقالات وبرضه بتكون ليها علاقه بالعلاقات الانسانيه، تكلمني اكتر عن الافكار اللي انت بتتناولها في المقالات دي. زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان انا يعني بيكون في بعض الاحداث انا بنيها على واقع. يعني مثلا من ضمن التجارب اللي انا عشتها، هو كان شخص كنت بقعد في حديقه دايما بالليل، فكان في شخص كبير دايما موجود في المكان ده، كل ما يشوفني يسالني انت اسمك ايه؟ منين؟ اجاوب بنفس الاسئله، يحكي لي حاجات وارجع وهو ينسى ويرجع على اسالني نفس الاسئله مره ثانيه ويحكي لي نفس الحكايات. المره اللي شافني فيها وافتكر ان هو شافني قبل كده، فهو بسال انت اسمك ايه ومنين؟ وسكت على كده. احنا دايما محتاجين اللي نحكي له، دايما محتاجين ان احنا نفضفض له واحنا مرتاحين. فانا بشوف ان الكتاب هو صديق. هو صاحبك على الورق، انت بتلاقي نفسك في جزء معين. فيمكن اكتر حاجه بتسعدني من برايي بيوصلني هو ان انا بعبر عن 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 حاله هو عاشها. فالاتجاه الانساني هو دايما الشغف الاكبر، هو دايما الاهتمام الاكبر بالنسبه لي. صحيح، انا كنت لسه اسالك ايه اكتر الحاجات، بما انك انت بتتكلم عن العلاقات الانسانيه وعن طبيعه النفس البشريه، ايه اكتر التعليقات اللي بتحبها، او ايه اكتر الانطباعات وردود الفعل اللي الناس بتقولها لك وبتنبسط بيها؟ يمكن اكتر تعليق في الفتره الاخيره هو كان امبارح. هي يعني حد قال لي ان انا الكتاب بالنسبه لي هو كان الصديق. الكتاب عن الوحده بشكل رئيسي، فانه كان الصديق، اذا بالنسبه لي انا كده حققت جزء كبير من الهدف اللي انا كنت اامل ليه. انا الكتاب للمصادفه الغريبه ان انا كنت بأمل ان انا اكتب كتاب عن الونس، فحصل موقف ما
وربما يكون الإهداء مبني على الموقف ده، فغيرت الكتاب من عن الونس بشكل غير طبعا مش مقصود، من عن الونس لعن الوحدة. أنا بكتب للناس اللي هي مرت بتجارب سيئة ومش قادرة تخرج منها، الناس اللي هم عايشوا لسه عايشين في حكايات امبارح. فكل تعليق بيقول لي ان انا عشت تجربه مشابهه، او انت كتبت حاجه انا مش قادر اعبر عنها، ده بالنسبه لي هو التعليق الاهم. لكن كل التعليقات بالنسبه لي طبعا هي محل اهتمام. في انتقادات بتوصل لك يا وائل؟ يعني انا عايز اعرفها بقى، يعني عايز اعرف، لانه عارف حتى احنا لما بنيجي نشوف فيلم، يعني بلاش روايه، لما بنيجي نشوف فيلم والفيلم بيدخل قوي في مساله العلاقات وازاي هي معقده، بتلاقي انتقادات كتير قوي، وخصوصا لو العلاقات دي غريبه شويه عن مجتمعنا، او الناس فاكره انها غريبه عن مجتمعنا او عن عاداتنا، فيقول لك لا ده بيتكلم في حاجات ما ينفعش نتكلم فيها، فده بيتكلم في حاجات صعبه يعني. فايه الانتقادات اللي وصلت؟ هو طبعا في انتقادات اكيد، انا طبعا بشوف ان الكاتب الناجح هو اللي بيبني كل خطوه على انتقاد بيدفعه الامام. ممكن نسميها راي، الراي اللي بيوصلني وبهتم بيه جدا هو محاولة لتبسيط المعلومة، ان احنا بنشوف ان الكتابة الانسانية هي حاجة من زي ما حضرتك قلت من الخيال. ان انت عايز كل الناس كويسة ازاي يعني، عايز كل الناس مبسوطة ازاي يعني، فبحاول ان انا اجيبها من اتجاه مختلف. او حتى لو جبت الناس عندهم طباع صعبة او بيعملوا حاجات مش يعني مش ظاهرة للمجتمع، فيقول لك هو انت ليه بتطلع الناس وحشين كده، وانت بتدعو لكذا، وانت هي الفكرة انا مش بدعو لكذا، انا بس بكشف حاجة مش مكشوفة للمجتمع. يمكن من الحاجات اللي يعني أكتر الآراء اللي احنا طبعا ممكن نقول عليها انتقادات أو انتقاد للفكرة أو مضمونها، أن مثلا فكرة التعافي من تجربة أنت مريت بيها. كلنا مرينا بتجارب سيئة، كلنا بتتكون شخصيتنا بتجربة مؤلمة. فنتكلم مثلا عن علاقات عاطفية، لما شخص بيدخل علاقة عاطفية وبيخرج منها مأذي نفسيا، بيكون عنده عدم ثقة في كل اللي جاي. فأنا بكلمه إن لا، ابدأ من جديد وتعلم، اتعلم من اللي فات، واجعل ده إن هو يعني تكون بداية للخطوة اللي جاية أو في مستقبلك اللي جاي. فأقول أنا مش قادر، فأنت بتتكلم في خيال. فأنا بحاول أجيبها له من منظور مختلف، إن خلينا نحط الاثنين، خلينا نحط الحاجة اللي أنت يعني مشيت وبنيت خطواتك اللي جايه عن ان كل اللي فات يعني كل اللي جاي هيبقى زي اللي فات، كل الاشخاص اللي جايين هيأذوك، كل الاشخاص اللي جايين المفروض ما يكونش عندك ثقه فيهم، وشوف النهايه. وخلينا نحط الافتراض الاول اللي هو خلي عندك تفاؤل باللي جاي، خلي عندك يعني خطوه بالتعلم، وشوف النهايه برضو. فهنا يعني بحاول اعالج في طبعا في كل راي بيصلني، بحاول اعالجه بفكره منطقيه على ارض الواقع. لكن الاراء طبعا موجوده، الانتقادات موجوده، بنستفيد ونتعلم منها طبعا. ايه المعايير اللي انت بتشوفها مهمه للعمل الادبي الناجح؟ يعني من شويه كنت بتكلم مع عبد الرحمن داخلي، مؤلف روايه ما تخفيه الروح، وكان بيتكلم معايا عن ضرورة وجود رسالة وهدف عند الكاتب. يعني مش بس ان انا عندي موهبة الكتابة وبحب اكتب او برصد قصة حقيقية فبعرضها وخلاص، لا، ما انا لازم يكون عندي رسالة او خط عايز القارئ يمشي عليه. يمكن ده معيار خاص بي او معياره، انت بتشوف ايه المعيار الخاص بي؟ انا بشوف اهم معيار لنجاح الكاتب هو انه يكون قارئ قبل ما يكون كاتب. انت عشان تكون كاتب كويس لازم تكون قارئ كويس، لازم تقرأ أكتر ما بتكتب. الحاجة الثانية طبعا نتفق مع عبد الرحمن بشكل كامل، أن يكون عندك رسالة، رسالة إنسانية، رسالة أدبية. في ناس بتقرأ الروايات بس عشان الأسلوب، مش عشان تكون منها معلومة. صحيح، وفي ناس بتقرأ علشان الشخصيات أو عشان التسلية والترفيه، يعني ممكن ما تاخدش من الرواية أو ما تستفدش منها، لكن بتقرأ عشان تسلي وقتها يعني. بالظبط، انت في النهايه وصلت الهدف. صحيح، يعني ان انت تشغل حد بالقرايه دي نفس ده نفسه هدف. صحيح. فطبعا يكون عندك هدف، ده حاجه اكيده. ان يكون عندك رؤيه تجاه انك انت محتاج توصل ايه للقارئ من خلال عملك. لكن المعيار الاهم طبعا بالنسبه لي هو انه يكون قارئ اكتر ما يكون كاتب. كتابك مشارك في المعرض، موجود في المعرض، تابعت انت المعرض وايام المعرض طبعاً اللي فاتت، وايه رايك في الاجواء الجديده؟ طبعا المعرض السنه دي يعتبر نقله نوعيه كبيره في كحدث ثقافي، مش بس مهم في مصر، الشرق الاوسط او العالم بشكل كبير. طبعا نظرا للاقبال الشديد اللي بيكون في معرض القاهره. فيعتبر معرض على لقطات من المعرض ومن الاجنحه. معرض القاهرة السنة طبعا يعتبر نقلة كبيرة جدا في الثقافة المصرية، في تنظيم رائع جدا جدا. بالنسبة لي أنا شايف أكتر حاجة بتميز المعرض السنة دي هو إقبال الشباب رغم بعد المسافة.
مسافه بالنسبه لهم. او رغم ان احنا نقلنا المعرض لمكان تاني، لكن ما زال في اقبال كبير جدا على المعرض، فده بيؤكد ان في وعي كبير جدا من خلال في جانب القراءه بالنسبه للشباب. انا بسالك كمان جوائل، مش بس كانك واحد من الجمهور او شخص بتروح المعرض، انا كمان بسالك ككاتب. دور النشر، التعامل مع دور النشر، التعامل مع الكتاب وخصوصا الكتاب الشباب في المعرض، عرض الكتب بتاعتهم، لانه من لسه كنت في حلقه امبارح كان سمعت من اثنين مؤلفتين لكتاب عن فكره انه في تساوي ربما في عرض الكتب، في بقى في فكره العداله شويه، في فكره انه الناس بتشوف كل الكتب بالشكل اللائق وبتشوف كل الانواع وكل الفئات وحتى مختلف الفئات العمريه من الناس اللي مؤلفين الكتب. انت لاحظت الظاهره دي ولا؟ طبعا في تساوي كبير ما بين زي ما حضرتك قلت في 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 طريقه عرض الكتب، واكيد ده بيساعده في المكان، يعني المكان ساعد بشكل كبير، تنظيم الاجنحه ساعد بان الكتب كلها تكون ظاهره، المساحات اوسع بالنسبه لهم، فده طبعا ادى فرصه للكتاب الشباب ان هم يكونوا موجودين على الساحه بشكل ظاهر للناس كلها. طيب عايز اسالك كمان سؤال تاني فيما يخص عندما ياتي الشتاء. بعد طبعا ما بنكتب او بعد ما بتكتب حاجه بتشوف غير ردود الفعل اللي انت كنت بتتكلم عنها في دائره المقربين، هل حد ما تعرفوش او على السوشيال ميديا او حتى في المعرض لو كان في ندوه او كان في عرض للكتاب، كان في تعليقات من ناس مختلفه او من ناس ما تعرفهمش وقالوا لك انتقاد او قالوا لك حاجه ايجابيه؟ اكيد في المعرض اكتر حاجه، اكتر تعليق اسعدني جدا هو كان، انا طبعا بعض الناس بتشوف ان الفئه العمريه اللي بتقرا في الجانب الانساني هي فئه الشباب. فكان شخص كبير في السن وقال لي ان كتابك مش بس غير في ابني، انا قريته الاول غير في مفاهيمي بشكل كبير بعدين اديته لابني. فيمكن ده اكتر تعليق اسعدني ان انا قدرت اوصل لفئه عمريه هي اكبر مني طبعا، المفروض اني استفاد منها واكيد انا بستفاد منها. فيمكن ده اكتر تعليق اسعدني في معرض الكتاب. طيب حاجه تانية كنت عايزه اسالك فيها وهي مساله كنت لسه حتى بسال عبد الرحمن فيها، وهي مساله وجود ظاهره انه عدد كبير من الشباب عندهم ملكه الكتابه وعندهم دور النشر بتساعدهم وبتنتج لهم او بتطلع لهم الكتب الخاصه بيهم. فكره ان انت دلوقتي احنا مبقناش زي زمان، احنا زمان كنا بنيجي نقرا الروايه فاديب كبير وخبرات كتير وسن كبير وحاجات شبه كده. دلوقتي لا، احنا دلوقتي بنشوف كتب لناس تاني اصدار وتالت اصدار واول صحيح. اصدار و... صحيح. وبتبقى موجوده وبتتباع وبتلاقى بتلقى رواج. الظاهره دي شايفها ازاي؟ هي ظاهره الكتاب الشباب. ايجابيه ولا سلبيه في رأيك؟ انا شايف انها صحيه جدا. رغم بعض الانتقادات يعني لكتاب على الساحه بشكل جديد، انتقادات في المحتوى، انتقادات في طريقه عرض الماده المكتوبه، ولكن هي بتبقى ظاهره صحيه من كل الجوانب. ظاهره صحيه ان ظاهره الكتاب الشباب او الحاله اللي بقى فيها الكتاب الشباب جذبت ليهم جمهور كبير جدا ايضا من الشباب. الجزء الثاني اللي بقى عندهم تنوع كبير، طبعا في وعي كبير من القراء ان هم قادرين يختاروا ما بين العمل الجيد والعمل مش رضي لكن الغير مناسب بالنسبه لهم. فبقى في محتوى كبير متنوع، بقى في محتوى تقدر تختار من خلاله العمل السيء ان صح التعبير والعمل الجيد، بقى في اقبال كتير وتنوع في اتجاهات الادب، في كتاب بيكتبوا في الرعب، في كتاب بيكتبوا قصه قصيره. انت عارف انه حتى فيما يخص القارئ اللي بقى بيميز العمل، الفتره الاخيره احنا شفنا فئه يعني ما كناش نتوقع انها بتقرا، فئه المراهقين. صحيح. هم اللي هم ما بين الاطفال والشباب اللي هو في اعدادي وفي ثانوي، تلاقيهم بيقروا بيروحوا يجيبوا صحيح. كتب ومتأثرين بيها جدا. صحيح. ولما بتتعمل فيلم او حاجه زي كده تلاقيهم. صحيح. يعني دي انت شايف ان دي حاجه ايجابيه؟ حاجه صحيحه، لان طبعا هم بيقروا الشباب. طبعا طبعا، وكذلك في يمكن الكتاب الشباب ساعدوا مثلا كتاب الرعب. كان كتاب الرعب زمان محدودين، يعني معروف. صح. كان معروف كاتب أسمعهم. مرموق بيكتب في الرعب. حاليا بقى في كتاب شباب كتير بيكتبوا في ادب الرعب، هو نوع من الادب شئنا ام ابينا، هو نوع من الادب وليه جمهوره. فبقى في تنوع كبير طبعا في اللي بيكتب قصه قصيره بلغه الشباب، في اللي بيكتب روايه، في اللي بيكتب في الرعب. فده عمل حاله بس ايجابيه. بس شايف انه في نوع طغى على نوع؟ يعني شايف ان في اهتمام بنوع ادبي معين اكبر من الشباب؟ لا، انا شايف طبعا ان كل حاله ليها روادها.
في شاب بيهتم بقراءة الرواية، في آخر بيهتم بقراءة الرعب، في آخر بيهتم بقراءة المقالات أو الخواطر، في بيهتم بالقصة القصيرة، فكل حالة طبعا ليها رواتها. بشكرك شكرا جزيلا يا وائل. وائل مين مؤلف كتاب عندما يأتي الشتاء، شكرا على وجودك. أشكرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل هيكون معانا في استوديو هذا الصباح دكتور عمرو سالم استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، وهنتعرف معاه عن تفاصيل مهمه للتعامل مع الاطفال والاهتمام بصحتهم. خليكم معانا بعد هذا الفاصل.